كتير من الشباب دلوقتي بقى بيفكر جديا ان هو يتخلى عن الوظيفة ويعمل مشروعه الخاص، يعمل شركته الناشئة، وبيبقى عنده شوية تخوفات كده انه ممكن المشروع يتعثر. ازاي يضمن نجاح المشروع؟ ازاي يعمل دراسة جدوى او حتى دراسة جدوى مبدئية؟ ازاي يستفيد من المجالات اللي السوق مش زحمة فيها بالبلدي كده عشان هو يعني يخترق السوق ويبقى ينجح زي الصاروخ يعني. والحقيقة انه من الحاجات اللطيفة جدا انه مصر في 2022 احتلت المركز الاول في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا من حيث عدد صفقات الشركات الناشئة، وصلت حوالي 160 صفقة. فحبينا نقول لكل الشباب اللي عايز يمشي على الطريق ده ازاي يعمل المشروع الخاص، ازاي ينجح ويبقى رجل الاعمال، في خطوات كده مهم ان هو يتحقق منها وهو بيبدا مشروعه في مجال رياده الاعمال. النهارده مشرفني في الاستوديو دكتور ايمن غنيم، استاذ رياده الاعمال بالجامعه الامريكيه. اهلا بيك يا دكتور. اهلا بسيادتك. طيب بدايه كده، ايه هي عوامل الفشل وايه عوامل النجاح في الشركات الناشئه؟ ازاي اي شخص او شاب مقبل على انه يعمل مشروعه الخاص يبقى عارف انه ده مشروع هينجح او ده مشروع هيفشل؟ والله هي عوامل الفشل طبعا هي عكس عوامل النجاح. لو بنتكلم على عوامل النجاح في المشروع الخاص، المشروع الصغير، لازم نفهم اولا ان هو بيقوم على ما يسمى الانتربرينورشيب او رياده الاعمال. اي انتربرينور او رائد اعمال لازم يكون عنده فكره واضحه عن المنتج اللي هو عايز يقدمه للسوق، الخدمه اللي هو عايز يقوم بيها، لازم يكون عنده فكره واضحه عن الميزه التنافسيه بتاعته، بمعنى ايه الافضل في المنتج بتاعه اللي هو افضل من المنافسين، او ايه الارخص، ازاي يقدر يقدم منتج افضل في الجوده او ارخص، او طبعا الاحسن الاثنين مع بعض. لازم يكون عنده فكره كمان على التارجت ماركت او السوق المستهدف. السوق المستهدف بتاعي ايه؟ هو السوق اللي انا عايز انزل اخدمه، اقدم له المنتج، سواء كان المنتج مثلا ملابس جاهزه، تيشيرتات، بنطلونات، قمصان، منتجات بلاستيكيه، منتجات منزلية، عادة بتبقى كلها حاجات منتجات بسيطة، ممكن كمان تبقى مكونات صناعية، يعني مثلا بنتكلم على الشركات اللي بتعمل زجاج، اللي هو الزجاج اللي بتستخدمه السيارات، الشركات اللي بتعمل المنتجات أو المكونات للسيارات زي الأساس الداخلي للسيارة، الشركات اللي بتعمل مثلا مكونات في بطاريات العربية أو مكونات كهربائية. الصناعات التكميلية. نعم نعم، الصناعات التكميلية اللي هم بيسموها الفيدنج اندستريز أو الصناعات المغذية. بعد كده الشاب ده لازم يكون عنده فكرة مبدئية عن كيفية إدارة الأعمال أو كيفية إدارة العمل بتاعه. هنا بقى بتيجي دور ما يسمى بالبيزنس أكسلريتورز، اللي هي حاضنات، أنا آسف، البيزنس إنكيوبيتورز اللي هي حاضنات الأعمال، أو البيزنس أكسلريتورز اللي هي مسرعات الأعمال. الفرق بينهم إنه عندي حاجة اسمها بيزنس إنكيوبيتور اللي هي حاضنة أعمال، دي بتستلم الشاب بالمشروع بتاعه بالفكرة بتاعته، بس لازم تكون فكرة جادة وتكون فكرة يعني فيها قدر من الفاعلية وفيها قدر من الجدوى الاقتصادية. تستلمه، توفر له أولا التدريب اللازم، التدريب سواء كان تدريب فني على تقديم السلع أو المنتج، على التسويق، على كيفية التعامل مع التجارة الإلكترونية، التصدير الإلكتروني، وأيضا التدريب على إدارة الأعمال، بمعنى الإدارة المالية، إزاي أن أنا أدير المشروع بتاعي ماليا بحيث أولا أنا هقف عند الإدارة المالية لأنه أصعب مرحلة في أي مشروع هي البداية، تكلفة التأسيس تبقى أصعب مرحلة بالنسبة للشاب. إزاي ممكن يخفض تكلفة التأسيس دي أو بداية التشغيل، لأنه هي بتكون غالبا مرحلة مرهقة جدا؟ نعم والله، هو بالنسبة لتكلفة التأسيس هي بنسميها investment cost أو التكلفة الاستثمارية للمشروع، هي القدر بالمال اللي هو لازم عشان أبدأ بيه المشروع بتاعي. أبدأ المشروع بتاعي بتكلفة، أولا تكلفة المكان اللي أنا بشتغل منه، هذا المكان ممكن يبقى تمليك، ممكن يبقى إيجار. طبعا الشاب، نصيحة لأي شاب، أنه يحاول يبدأ دايما بالاستئجار مش بالتمليك. الاستئجار او التأجير بيوفر كتير قوي في التكلفة الاستثمارية للمشروع. على فكرة التأجير مش بس للمكان، التأجير ايضا ممكن يكون للمعدات والآلات. انا عندي في دلوقتي شركات كتيرة للتأجير التمويلي. التأجير التمويلي بمعنى انه الشاب اللي محتاج معدة، انا بدل ما اديله قرض وبعدين يشتري المعدة واخد رهن عليها، لا، انا بأجر له هذه المعدة وبتبقى ملك لشركة التأجير التمويلي، وبعدين هذه الشركة هو بياخد يعني هو بيدفع لها الايجار بتاعت هذه المعده لفتره معينه كانه بيدفع ثمنها، لكن في شكل ايجار،
في اخر مده التاجيل التمويل لما بيدفع كل الاقساط بتاعت الايجار بيبقى عنده اوبشن، بيبقى عنده خيار ان هو يشتري هذه المعده بجنيه واحد هي بس. بتسهل عليه طبعا نعم. بدل ما يدفع الثمن نعم. كامل مره واحده في البدايه. بتقلل جدا من الكلفه الاستثماريه للمشروع. التكلفه الاستثماريه للمشروع زائد العناصر اللي احنا ذكرناها المفروض تكون في موجوده في حاجه اسمها دراسه جدوى اللي هي فيزابيلتي ستادي. بيبقى فيها ايه؟ بيبقى فيها اولا انا كمستثمر كانتربرنور كرائد اعمال عندي منتج عايز اقدمه للسوق او عندي خدمه عايز اقدمها، قلنا مثلا زي ما قلنا خدمات نقل، خدمات مواصلات، ممكن تبقى حاجات بسيطه جدا. بشوف اولا جانب العرض وجانب الطلب. عندي حاجة اسمها في الطلب الفجوة في الطلب، اللي هو انه الطلب عندي اعلى من العرض، الطلب اعلى من العرض فيبدأ الاسعار تزيد او يبدأ يبقى فيه دايما شورتج، يبدأ يبقى فيه عدم اتاحة لهذا المنتج او هذه الخدمة بالضبط، عجز بشكل مستمر. اقدر انا ادخل واقدر انا ان انا اقدم هذه السلعة او المنتج. فده اول حاجة. تاني حاجة لازم يكون عنده دراسة عن الديموغرافيكس او يعني شكل والبيانات السكانيه بتاعت التارجت ماركت اللي هو السوق المستهدف بتاعه. يعني مثلا حتى لو حد عايز يبدا يقدم مثلا خدمات نقل للناس اللي هم ساكنين مثلا في مناطق معينه في القاهره الجديده، نقل المدارس بتاعتهم للاطفال بتوعهم، لازم يبقى عنده على الاقل فكره، مش شرط تبقى ارقام دقيقه لكن ممكن تبقى ارقام بنسميها استيميتس او تقديرات بالظبط عن تفضيلات السكان دول في وسائل النقل. مش بس كده، تقديرات على اولا عدد هؤلاء السكان. طيب تقدير على عندهم اطفال قد ايه، المدارس بتاعتهم فين، ممكن ينزل يعمل سيرفي، ممكن ينزل يسال، ممكن ينزل ياخد عينه مثلا من كل الناس عايشين في كومباوند ويبدا يشوف ايه هي الـ يعني الاحصائيات، يبدا يعمل احصائيه مبدئيه على السوق بتاعه عشان يقدر يعرف طب انا النهارده عندي كام طفل مثلا محتاجين الصبح بدري اخدهم اوديهم المدرسه، والمدارس دي موجوده فين. بعد كده بيشوف طب هل حد بيقدم هذه الخدمه ولا الخدمه مش موجوده، ولا نتيجه ان الخدمه مش متوفره وفيها عجز زي ما حضرتك قلتي فسعرها بيزيد. طب السعر قصاد التكلفه، التكلفه نوعين، عندي التكلفه اللي هي التكلفه الاستثماريه اللي هي التكلفه المبدئيه للمشروع اللي هو بدخل فيها طبعا تكلفه، لو هجيب ميكروباص، لو هجيب عربيات، لو هجيب كلام من ده، مرتبات السواقين وغيرها بالظبط، او لو هاجر. مش كده قلنا انه دايما التاجير بيقلل التكلفه الاستثماريه. هو التأجير بيقلل التكلفة الاستثمارية ولكن بيزود التكلفة الجارية اللي هي بنسميها الرننج كوست. على الجانب الآخر لو أنا بشتغل بأسيت أو بأصل ثابت أنا بملكه زي مثلا عربيات أنا بملكها، أنا كده بقلل من الرننج كوست بتاعي، بقلل من الـ يعني التكلفة الجارية بتاعتي، ولكن بيبقى عندي تكلفة استثمارية عالية. فدايما في بين الاثنين في تريد اوف، في يعني إيه تضحية أو في يعني علاقة تبادلية بين الاثنين. بعد كده ببدا اعمل مهم جدا، اعمل استيميشن او اعمل تقدير للرننج كوست بتاعي والمعدل الريفينيو او الايرادات بتاعتي بالظبط. دي بتبقى اهم جزء. هو رائد الاعمال عامل المشروع عشان العائد بتاعه، ازاي بيقيس بقى انه العائد ده هيغطي التكاليف المنفقه خاصه لو في رننج كوست؟ بيبدا يشوف بالنسبه للسوق بتاعي السوق ده انا اقدر اطلع منه يعني ايراد قد ايه، او لو ده لو بنتكلم في خدمه، لو بنتكلم في خدمه بنتكلم في ريفينيو اللي هو ايراد، لو بنتكلم في منتج يبقى اذا سيلز اللي هي مبيعات، اقدر اطلع مبيعات قد ايه بناء على يعني مجهودات تسويقيه شكلها ايه وتكلفه هذه المجهودات التسويقيه. اقدر من هنا ان انا ابدا اعمل يعني توقع للعائد بتاعي. ومهم قوي ان انا لما بتوقع العائد بتاعي وبتوقع الارباح بتاعتي بعمل كذا سيناريو، اشوف مثلا لو الدنيا مشت كويس جدا هيبقى عندي ارباح قد ايه، المتوقع او المتوسط المعقول ارباح قد ايه، ولو حصل عندي تعثر في اي عنصر من عناصر اما التسويق، البيع، العناصر الماليه، حصل عندي مشكله غير متوقعه، حصل عندي زياده في المنافسه، يبقى في بلان بي طبعا بالظبط. لا وهيبقى في يعني تقليل في الارباح تبقى عامله ازاي. الثلاث حاجات دول عشان الثلاث سيناريوهات دول اللي هو افضل سيناريو، السيناريو المعقول والسيناريو السيء، ده بيدي بقى ثقه لجهه التمويل انها لما تمولني هتقدر تاخد فلوسها وفوقيها العائد بتاعها.
احنا اتكلمنا على البيزنس انكيوبيتورز اللي هي حضانات الاعمال، وقلنا حضانات الاعمال دي اللي هي بتحتضن المشروع من الاول خالص وهو لسه غير ناضج، ممكن رائد الاعمال لسه الفكره بتاعته مش ناضجه، الفكره بتاعته محتاجه هي بتساعده تطوير. وبتدربه بالظبط وبتحطه بالظبط. على التراك. يعني خلينا نكمل كلام المره الجايه في الموضوع ده، لانه موضوع بدء مشروع جديد ورياده الاعمال هو مشروع كبير جدا يعني، فان شاء الله يبقى لينا لقاء تاني. بشكرك دكتور ايمن غنيم استاذ رياده الاعمال بالجامعه الامريكيه، شرفتنا، شكرا جزيلا.